السلام عليكم. يعني كانت هذه ندوة مهمة جدا في قطاع الاقتصاد المعرفة والاقتصاد السياسي في كل ما يتعلق في تطوير المهارات الشابة وتطوير المهن والحرف في الاقتصاد المغربي. أنا بعتقد أنه كانت مداخلات جدا رائعة في هذا السياق. تحدثنا عن موضوع الثورات الاقتصادية المتتابعة، وخاصة الثورة الاقتصادية الأخيرة التي ترتبط بالرقمنة، وكذلك ترتبط بتغيرات ربنا الاقتصاد وربنا سوق العمل في جميع دول العالم، وبما في ذلك الاقتصاد المحلي في المغرب. وتحدثنا عن مدى ملائمة الكفايات الموجودة في الاقتصاد المغربي لمتطلبات التغيرات الاقتصادية القادمة. نحن نعتقد أن الاقتصاد المغربي قدرة كبيرة وفرصة أيضا في ظل هذه التغيرات لإحداث مثل هذا التلاعب وإيجاد فرص عمل من خلال إنشاء تأهيل مهني للشباب والشباب في جيل 18 وما فوق، لكي يعني تلائم هذه الفئة فئة الجيل مهاراتها مع متطلبات السوق العالمي. هذا اسمه صفات سوقية؟ اسم ديالك؟ الاسم والصفة. اسم دكتور سامي معارف محافظ الجامعة. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.